بجد التحية مرة تانية بحضراتكم. فقرة أخبارنا الحصرية هنبتدي أخبارنا من نادي الأهلي، وحرص الكابتن سيد عبد الحفيظ على الإعلان عن توقيع عقوبة كبيرة على كل من رمضان صبحي وأليو باتجي بعد المشادة اللي حصلت ما بينهم في التمرين الأخير لنادي الأهلي قبل فترة الراحة واللي منحها النادي الأهلي للجهاز الفني. كمان جاء الإعلان بقى عن العقوبة دي عشان ما يتكررش مشهد زي ده من أي لاعب، وكمان وضح عبد الحفيظ إن العقوبة رسالة لجميع اللعيبة بإن الحاجات اللي بتحصل دي ما ينفعش تحصل جوه النادي الاهلي. وكمان شهدت الساعات الاخيره حاله من الشد وبالجذب ما بين رمضان صبحي والاداره، وده طبعا بسبب ان هو رفض مبدا توقيع عقوبه ماليه عليه، الا ان اداره النادي الاهلي تمسكت بموقفها وبتنفيذ اللوائح على كل اللعيبه عشان ما يتكررش مشهد زي ده بعد كده.